يا ابني في ايه؟ بالراحة بالراحة، انت نسيت ولا ايه؟ مش عايزين مشاكل. يا سلام، مشاكل ازاي يعني؟ وحد يقدر يعترض؟ البلد فيها حالة طوارئ. مش مسألة اعتراض يا باشا ولا حاجة، بس انت لو سألت زمايلك اللي جم قبل كده هنا هيقولك البيت ده بالذات ليه ظروف خاصة. ظروف خاصة يعني ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. خبط يا ابني وخلص. ما بالراحة يا ابني، على مهلك شوية. اهلا يا عطا باشا، نورت. جريها يا باشا، وساعتك ناسي الشغلانه اللي حصلت اخر مره؟ هو مين الاخ مع سعادتك؟ اه لازم سعادتك مفتش امن الدوله الجديد.